السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هبط عليه الأمين جبريل يوما بخمس كلمات، فقال: اسمع معي يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وبالمناسبة هذه الوصية أو هذا الحديث رواه الإمام الطبراني، وقال عنه الإمام الحاكم في المستدرك صحيح الإسناد، ووافقه الإمام الذهبي على ذلك. طيب، في خلاصة هذه الوصية، ونركز قوي في وصية أمين السماء لأمين الأرض والسماء سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، تتلخص في حاجتين ملهمش تالت. أول حاجة، اوعى تحب حد حب مطلق، اوعى تتعشم في حد عشم ملوش آخر، اوعى تحط كل أملك في واحد بس من الناس، اوعى تحط كل أحلامك تبنيها أو كل حبك أو كل عشقك أو كل اعتقادك في الدنيا على واحد من الناس. عارف ليه؟ لان حتما هيحصل امر من اتنين ملهمش تالت. الامر الاولاني بقدر الله ان تفترقا، وان لم تفترقا في الحياة بفرقة الحياة المادية يبقى هتفترقوا بالموت حتما، انت بشر وهو بشر. ففي الحالة دي هيعمل لك صدمة، يدخلك في اكتئاب، يدخلك في اعتراض على قضاء الله. اشمعنى حبيبي؟ اشمعنى املي؟ مش معنى الانسان اللي كنت معلق عليه كل امالي؟ مش معنى انا اللي اتكسر؟ مش معنى؟ وهنخش في مواويل لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. لأما الامر الثاني، ان الصاحب ده يخذلك، وهذا واقع كثير في امور الناس الا ما رحم ربي. احنا كل يوم بنشوف ناس بتتخذل، وناس بتتخان، وناس بتتنكر لناس، وامر عجيب اصبح يعني ننظر الى الدنيا باستغراب. نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. فالدرس الاول اللي لازم تتعلمه من الوصية دي الاستغناء عن الناس. الحسن البصري كان سيد اهل البصرة، فبيسألوا الناس بما ساد اهل البصرة، قالوا: احتاج الناس الى علمه ولم يحتاجوا الى واحد منهم قط. طيب، نروح للسر الثاني او للامر الثاني في الوصية. السر الثاني او الامر الثاني ده مهم جدا. لو حضرتك عايز ترقي نفسك، لو عايز تزكي نفسك، لو عايز ترفع من اخلاقك، لو عايز تحسن من سلوكياتك، لو عايز تقترب من ربنا سبحانه وتعالى، لو عايز يبقى ليك مكانة من اللي بتسمع عنها، من مكانة الاولياء الاصفياء الانقياء الاتقياء اللي لهم قرب ومكانة اللي ربنا قال عليهم في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما أقول لك، لو أنت عايز المكانة دي ما تسمعليش فيديوهات، وما تسمعش خطب، وما تحضرش دروس. إنما مع كل ده، ما بقولكش ما تعملش كل ده، لكن لا، ما تركزش في كل ده بس، انما لازم يبقى لك خلوة مع الله سبحانه وتعالى. الخلوة دي تتلخص في ركعتين بس بالليل تختلي فيهم بحبيبك. ومش محتاجة اقولك ركعتين قيام الليل اللي سيدنا جبريل بيقول لسيدنا النبي ان هم شرف المؤمن. عارف يعني ايه اهل قيام الليل؟ يعني اهل الله، يعني صفوة الخلق، يعني من يختلون بحبيبهم، يعني الناس نيام والله سبحانه وتعالى لا ينام، وهؤلاء تركوا النوم لله سبحانه وتعالى. يعني ربنا بيكسيهم بنور خاص وبجلال خاص وببهاء خاص. يعني ربنا بيديهم عزة من عزته، مهابة من مهابته، جلال من جلاله، جمال من جماله. هؤلاء الناس كلهم لو أقسموا على الله لأبرهم. عارفين ليه؟ لأن الليل ده مهم جدا في القيام مع ربنا سبحانه وتعالى. أهل الله كانوا يقولون لنا: أفضل العبادة ما كانت بالليل، وأفضل أوقات المذاكرة ما كان بالليل. خلي بالك، الليل السكون ده سكن الجميع
وبقي الحبيب لحبيبه سبحانه وتعالى. علشان كده بالمناسبة واحد يقول لي يا عم الشيخ انت يبدو عليك قاعد مرحرح ومش باين ان انت شقيان وبتصحى بدري. ابدا حبيبي، ده انت ممكن بعد صلاة العشاء مباشرة تصلي ركعتين قيام الليل وتنام بدري، فالله اكبر تبقى اديت قيام الليل. بالمناسبة بقى علشان اختم الفيديو ما طولش عليك، عن تجربة وعن شيء مجرب بنفسي، ان اردت في قيام الليل وصدقت العزم في قيام الليل وهتقوم الركعتين، فوت سورة ياسين وسورة الواقعة، واوعى في الركعة التانية بعد ما تقرأ الواقعة ما تختمش بقل هو الله احد. بالمناسبة قبل ما انسى برضه، قل هو الله احد الختام بها في الصلاة في قراءة الصلاة من السنن المتروكة المنسية من قبل المسلمين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ينفع وانا بقرأ في الركعة التانية مثلا لو بقرأ في سورة الملك مثلا فاقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأقول الله أكبر واركع. فوعت سيب السورتين دولت عن تجربة، ياسين والواقعة والختام بسورة الإخلاص، تجد أمرا عجيبا. واستنى حضراتكم إن شاء الله، ما بنتعاملش مع ربنا بتجربة إنما بنتعامل مع ربنا بيقين. هستنى واسيب الفيديو ده، هشوف التعليقات بعد شهور ماذا كان حالكم وكيف كان حالكم قبل قيام الليل وكيف أصبح الحال بعد قيام الليل وبعد العطاءات الربانية والنور الرباني والصفاء القلبي والصفاء الذهني والسكون القلبي والاطمئنان والخشوع اللي هيجي عليك في حياتك كلها، وهترى أثره بفضل هاتين الركعتين اللي هم في جوف الليل. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل بوصية جبريل لخير الأنام. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.